أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. إن شاء الله رب العالمين سوف نتكلم على التحليل بالتقسيم للصف الثاني الإعدادي. إيه التقسيم؟ إحنا بيجيلنا إحنا اللي إحنا عارفينه بنحلل مقدار ثنائي أو ثلاثي، اللي هو ثلاثي بسيط أو غير بسيط، وثنائي اللي هو مربع فرق بين مربعين مضموم مكعبين أو فرق بينهما، ده اللي عرفناه. أما لو جالي مقدار رباعي يعني أربعة حدود، إزاي أحلله؟ بقسمه إلى مجموعتين، زي مثلا حل تمارين الكتاب صفحة 5 كتاب المدرسة تحليل بالتقسيم، تمارين 1-5. حلل، السؤال الأول حلل ألف سين زائد باء سين زائد ألف صاد زائد باء صاد. أنت بتاخد كل اتنين مع بعض بحيث يكون بينهم عامل مشترك زي ألف سين وزائد باء سين، ده في قوس، زائد ألف صاد زائد باء صاد. تنتبه وأنت بتاخد الإشارة اللي بينهم ديت إن هي ما تأثرش على الناتج اللي هنا في الإشارة. يعني خدتها موجب هنا، ده موجب وموجب، عشان دي موجب وموجب بقسمها الموجب في الموجب. دي أول نقطة ننتبه لها لما باجي أخد الإشارة دي، أنتبه الإشارات اللي داخل القوس. فهنا عامل مشترك ألف، لا باء، لا سين، هو السين عامل مشترك، يبقى فاء ألف زائد باء زائد. هنا عامل مشترك صاد، صاد باء ألف زائد باء بتساوي، أصبح حدين، الحد ده وده في بينهم عامل مشترك اللي هو القوس، اللي هو أ زائد باء، باء س زائد ص. خلاص كده انتهى التحليل. لو واحد تاني خد أ س زائد أ ص في القوس زائد باء س زائد باء ص في القوس، هيديك ايه؟ نشوف، ناخد أ عامل مشترك باء س زائد ص زائد باء عامل مشترك باء س زائد ص، الحدين دول بينهم قوس س زائد ص أ س زائد ص. باقي نقسم ده على س زائد ص بأ، نقسم ده على س زائد ص بأ، يبقى هو نفس الناتج اهو. طيب ننتقل بعد كده للسؤال التالي. 5 لام ناقص 10 ميم ناقص أ لام زائد 2 أ ميم، ايه العامل المشترك؟ لو خدت ده مع ده ممكن عندي لام، خدت ده مع ده ممكن عندي ميم واتنين، ماشي. ناخد لام مع اللام بخمسة لام، زي ما قلت لك ننتبه من الإشارات، أهم حاجة الإشارات، لا الإشارات تضيع لك المسألة. خمسة لام مع ناقص ألف لام فوكوس، واكتب زائد، بقى هنا ايه؟ سالب 10 ميم، ناخدها مشترك بره، هناخدها مشترك من السالب بس، ونخلي ايه ال 10 ميم جوه، 10 ميم يعني السالب دي على السالب اهي، بقى ايه؟ 2 الف ميم، نقسم الموجب على السالب تدي سالب 2 الف ميم بتساوي ايه العامل المشترك لنا؟ لا بقى ايه؟ 5 لام على لام في الخمس، سالب على الموجب في السالب، ألف لام على لام فالألف سالب. إيه اللي مشترك اللي هنا؟ 10 2 يبقى 2، والميم ميم يبقى 2 ميم، وافتح قوس، سالب دي نزلتها، ده على ده موجب على السالب، فالسالب 1 سالب 5، دي السالب دي انا بقسمش هنا بقى، يبقى موجب على الموجب، السالب دي ما خدتهاش انا منين، يبقى موجب على الموجب، فدي موجب زي ما هي 5. طيب السالب زي ما هي، لان انا الاشاره دي هي اللي نازله، ما خدتهاش، ما باخدهاش عامل مشترك، يبقى انا بقسم ايه ال 2 مي ال 10 مي على 2 مي فال 5، دي السالب دي تنزل زي ما هي،
يعني السالب ده الموجب بتاع الاتنين، لأن المفروض السالب دي بره الاتنين خالص. تدي سالب اتنين ألف ميم، اتنين على اتنين في الواحد، الميم على الميم في الواحد، ب ألف بتساوي ب ألف خمسة ناقص ألف، خمسة ناقص ألف، لام ناقص ميم. ممكن تاخدها طريقة تانية، خمسة لام ناقص عشرة ميم ناقص، خدت ناقص المشترك بره ايه، ألف لام ناقص اتنين ألف ميم. شايف هنا خدت هنا سالب، يبقى خدها من هنا، سالب بره ايه، بدي موجب، اسم موجب تبقى سالب، بس على السالب. خد خمسة مشترك بألام ناقص ميم، هنا ألف بقى ايه، لام ناقص اتنين مي، دي عشرة لأن خمسة في الاتنين، اتنين مي بتساوي لام ناقص اتنين مي بقى خمسة ناقص ألف. ده في كل مسألة تجد أكثر من طريقة، في غالبية المسائل احنا بقى هنحل بطريقة واحدة على طول، جيم بقى واحد جيم، ألف ميم ناقص ألف نون زائد ميم ناقص نون. ناخد ألف ميم ناقص ألف نون زائد ميم ناقص نون بتساوي، خد ألف مشترك باقي ميم ناقص نون زائد ميم ناقص نون بتساوي، خد ميم ناقص نون مشترك نقسم على ده يديك الألف، نقسم على ده يديني الواحد. ألف تكعيب زاد ألف تربيع ألف واحد، خد ألف تكعيب ألف تربيع زاد ألف زاد واحد بتساوي، خد ألف تربيع مشترك فاضل ألف زاد واحد زاد ألف زاد واحد بألف زاد واحد مشترك، نقسم على دي في الألف تربيع زائد واحد. السؤال اللي بعد كده واحد هاء سين صاد زائد خمسة صاد زائد سبعة سين زائد خمسة وتلاتين بتساوي، هناخد سين صاد زائد خمسة صاد زائد سبعة سين زائد خمسة وتلاتين بتساوي، ايه العامل المشترك لنا اللي هو الصاد، باقي س زائد خمس تقسم ده على الصاد فالس، تقسم ده على خمس صاد على الصاد فال خمسة زائد سبعة، هنا سبعة من المشترك، هنا سبعة وهنا خمسة زائدين خمسة سبعة بقى سبعة، باقي سبعة س على الس على السبعة فالس، خمسة وتلاتين على السبعة فال خمسة بتساوي، الحدين دول بقوا حدين، حد الأول فيه س زائد صاد مشترك مع التاني هي س زائد صاد، تقسم ده على الصاد تديك صاد، خمس صاد في س صاد على س صاد بتساوي صاد، تقسم ده على س صاد سبعة. السؤال الأخير في واحد، واحد واو بيقول س أس تلاتة ناقص س أس تلاتة ناقص تلاتة س تربيع زائد ستة س ناقص تمنتاشر بتساوي، هناخد س تكعيب ناقص تلاتة س تربيع مع بعض زائد ستة س ناقص تمنتاشر مع بعض بتساوي، خد س تربيع عامل مشترك بقى س ناقص واحد ناقص تلاتة س تربيع س تكعيب على س تربيع فالس ناقص على زائد فالناقص، تلاتة س تربيع على س تربيع فالتلاتة زائد، هنا ستة عامل مشترك، ستة س على ستة فالس ناقص على زائد ناقص تمنتاشر على ستة فالتلاتة بتساوي، أصبح عندي القوس هو تلاتة س ناقص تلاتة مشترك، ياخد س زائد ناقص تلاتة باقي لينا ايه، س تربيع زائد ستة. بعد كده السؤال التاني، حلل كل مما يأتي أو المقادير الآتية، تلاتة س ص خمسة ع ل خمسة ع س ناقص تلاتة صاد لام بتساوي، لو أخدت س صاد مع ده مش هتلاقي عامل مشترك
غير السين، مفيش في دول عامل مشترك. ده مع ده في عامل وده مع ده في عامل، يبقى ناخد 3 سين صاد زائد 5 عين أو سالب 5 عين لام. خلي بالك انت خدت السالب ايه، السالب ده هناخدها بره، ناقص 3 صاد لام، يبقى دي سالب. انا خدت السالب دي والسالب دي عامل مشترك بره، بتساوي العامل اللي هنا. العامل اللي هنا اللي هو مين؟ انا خدت 5 س ص مع 5 ع س، دي س، يبقى هنا س، باقي 3 س زائد 5 ع ناقص هنا ل، 5 ع زائد 3 س، ممكن ابدل 3 ص ديت ديت صاد لام، دي صاد سين عين سين، صاد سين عين لام عين سين صاد لام. خدنا احنا 3 س ص مع 5 ع س و5 ع لام مع 3 ص لام، هناخد لام بقى 5 ع زائد 3 ص. هنا احنا خدنا س ديت ص، باقي 3 ص زائد 5 ع هي 3 ع زائد 3 ص، 5 ع زائد 3 ص. لو بدلت دي هي دي، هناخد يبقى 3 ص زائد 5 ع، باقي عندنا س ناقص لام. سؤال بعد كده، 8 م ن ناقص 2 م تربيع زائد 12 ن لام ناقص 3 م لام. ده عبارة عن ايه؟ هناخد بقى عندنا ميم نون وهنا ميم لام، هنا ميم هنا لام هنا لام هنا نون، يبقى اقدر اخد ميم نون مع ميم تربيع، 8 م ن ناقص 2 م تربيع زائد 12 ن لام ناقص 3 م لام، دول مع دول، خد عامل مشترك 8 و2 يبقى 2، الميم ميم، باقي ايه؟ ده على ده فال4 ن، 8 على 2 فال4، الميم مع الميم باقي نون، ناقص 2 على 2 فال1، ميم مع التربيع مع الميم فالميم، زائد 12 و3 يبقى 3 ن، مفيش لام يبقى 3 لام، 12 على 3 فال4، لام مع اللام في الواحد بقي نون، ناقص 3 على 3 في الواحد، لام مع اللام في الواحد بقي ميم، بتساوي 4 ن ناقص ميم، 4 ن ناقص ميم، ده العامل المشترك، بقي 2 م زائد 3 لام، ها ج 2 ج، ألف باء 6 م ن، 2 باء م، 3 ألف ن. ألف باء، خلي بالك في باء فيه نون، باء فيه نون، يبقى أنا أخد باء مع الباء أو نون مع النون أو ألف مع الألف، ناخد ألف باء مع سالب 2 باء م، باقي 6 م ن سالب 3 ألف ن، ده يساوي ألف وباء، يبقى ناخد باء، باء ألف ناقص 2 م زائد 6 و3 ناخد 3 م وألف وباء ونون ونون، يبقى 3 ن، باقي هنا م 2 م
ست على التلات فالاتنين، وميم مع النون على النون فالواحد، تلات على التلات فالواحد، ألف والنون مع النون فالواحد. أنا عندي اتنين ميم ناقص ألف، دي ألف ناقص اتنين ميم، معرفش أبدل، معرفش أبدل، لأن دي ناقص اتنين ميم، دي زائد اتنين ميم، دي ناقص ألف، دي ألف. أعمل إيه عشان أبدل؟ أخد أعمل مشترك السالب، يبقى نسيب دي ألف ناقص اتنين ميم زي ما هي، سالب، هاخد سالب من هنا تلاتة نون في، هتبقى دي سالب ودي موجب، يبقى ألف سالب اتنين ميم بتساوي، أصبح ده هو ده، يبقى ألف ناقص اتنين ميم في باقي باء ناقص تلاتة نون. اللي بعده ألف باء زائد ستة ميم نون، خلاص تلاتة دال بقى دال تلاتة ألف سين ألف ستة بقى سين زائد اتنين بقى بتساوي تلاتة ألف سين، وهنا سين وهنا ألف، ممكن أخد دول وأخد دول سوا، تلاتة ألف سين سالب ألف سالب ستة باء س سالب اتنين باء بتساوي، هناخد من هنا ألف، يبقى باقي تلاتة س سالب ألف، هناخد من هنا سالب زي ما هي اتنين باء، باقي تلاتة س سالب واحد، احنا خدنا من هنا الف، الف على الف في الواحد، اصبح عندي تلات س ناقص واحد، تلات س ناقص واحد بقى الف ناقص اتنين بقى، ها تلات س تربيع ص س ص تربيع اتنين الف س ناقص الف ص بتساوي تلات س تربيع الصاد و س ص تربيع ألف س ألف ص، ممكن ناخد من الاتنين سوا الأولانيين، تلات س تربيع الصاد ناقص س ت س ص تربيع زائد اتنين ألف س ناقص ألف ص بتساوي، ناخد من هنا مشترك، دي تلاتة ودي تلاتة، دي اتنين ودي اتنين، دي اتنين دي اتنين، يبقى هناخد من هنا س ص بقى ايه، س ناقص ص بقى س هنا وص زائد، هناخد من هنا ايه الف، في هنا اتنين اهي كمان، هنقسم اتنين على الواحد فالاتنين، س تربيع س فالس، ص على ص فالواحد، سالب على الموجب فالسالب، س على س فالواحد، ص تربيع ص ص تربيع ص فالص زائد، هنا هناخد السين عامل مشترك س، ناخد من هنا اهوت بقى هنا اهوت زائد اهي، هناخد من هنا بقى عامل مشترك الف، الف اتنين الف س على الف فالاتنين س ناقص الف ص على الف فالصاد بتساوي اتنين س ناقص ص اهي مشترك، يبقى اتنين س ناقص ص في س ص زائد واحد زائد الف، واو الف باء س تربيع باء س ألف س واحد بتساوي ألف باء س تربيع زائد باء س ناقص ألف س زائد واحد، أنا خدت سالب من هنا وسالب من هنا عامل مشترك بتساوي، ناخد ألف مشترك لا باء وس، باء س مشترك، اسم ده على الباء فالواحد على السين فالسين، والالف زي ما هي الف س زائد باء س على باء س فالواحد ناقص الف س زائد واحد، الف س زائد واحد باقي ايه، اقسم ده كله على ده باقي ايه، باء س في قوس ودي فالواحد، دي واو خلاص. نشوف السؤال التالت بقى، حل كل مما ياتي، س ج تلاتة ألف س تربيع اتنين س عين اتنين س ص أربعة ص عين
س تربيع 2 س عين، س ص 4 ص عين. يبقى ناخد ده مع ده وده مع ده، س تربيع 2 س ص ناقص في قوس ناقص 2 س عين زائد، خدت ناقصها مشترك، يبقى هي دي تتقسم س موجب على السالب في السالب 4 ص عين. خد عامل مشترك من هنا س، بقى س ناقص 2 ص ناقص من هنا 2 المشترك وس كمان 2 وعين 2 عين 2 عين مشترك، بقى ايه ده السالب، احنا ملناش دعوه بالسالب ديت اهي، انا بقسم دوم على ده، يبقى بقى 2 س سالب برضو ده ملناش دعوه بالسالب دي، دي السالب زي ما هي، 4 على الاتنين فالاتنين عين على عين فالواحد، بقى ص بقى س ناقص ص، احنا خدنا من هنا عمل مشترك 2 بره، بقى مفيش هنا 2، بقى بس ايه س بس 2 عين على 2 عين فالواحد، بقى س بقى اللي هي القوس ده والقوس ده، يبقى الكلام ده هو يساوي س ناقص 2 ص في ص في س، اللي باقي هنا س واللي باقي هنا ناقص 2 عين دي س. تمام، نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. اتنين ألف تربيع زائد اتنين ألف باء زائد باء تربيع زائد ألف باء، هناخد اتنين ألف تربيع زائد اتنين ألف باء، ده في قوس زائد باء تربيع زائد ألف باء، عامل مشترك من هنا اتنين ألف باء ألف زائد باء، اتنين ألف باء ألف وهنا اتنين ألف فالباء، زائد هنا باء مشترك باء باء زائد ألف. بدل ده هو ده، طالما الاشارات زي بعضها والرموز زي بعضها يبقى عادي، يعني الف اشارته هي اشاره الالف، الباء اشارتها هي اشاره الباء، خلاص يبقى هو نفس القوس، يبقى الف زائد باء بقى 2 الف زائد باء. السؤال بعد كده هاء، جيم 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 3 جيم، ألف تربيع زائد ألف باء تسعة باء تربيع ميم تربيع بتساوي، ناخد ألف تربيع زائد ستة ألف باء زائد تسعة باء تربيع ناقص ميم تربيع، ناقص ميم تربيع. خلي بالك الميم تربيع ديت مش هعرف ادخلها جوه اي واحده من دول، فبالتالي في عندك مشكله بقى، في عندك مشكله مش هتعرف تاخد اتنين مع اتنين، هتضطر تاخد ايه مقدار ثلاثي مع واحده، يبقى ا تربيع زائد 6 ا باء زائد 9 باء تربيع، ده يتحل المقدار الثلاثي مع بعد كده نحل فرق من مربعين، ده عباره عن ا في ا وتلاتة باء، دي تلاتة باء زائد زائد، ها تلاتة ألف باء تلاتة ألف باء مجموعهم ستة ألف باء، هو نفس القوس ناقص ميم تربيع، يعني ده عبارة عن ألف زائد تلاتة باء الكل تربيع ناقص ميم تربيع، هنحلل ده فرق بين المربعين، يبقى ألف زائد تلاتة باء ناقص ميم في ألف زائد تلاتة باء زائد ميم، ما هو القوس الأول أهو، ده القوس الأول ناقص
جذر الأول ناقص جذر التاني، جذر الأول زائد جذر التاني اللي هو الفرق بين مربعين، أدي تربيع ودي تربيع، كمية تربيع وكمية تربيع، ودي ناقص، يبقى فرق بين مربعين. السؤال اللي بعد كده، 9 س تربيع اللي هو د، 3 د، 9 س تربيع، 4 ألف تربيع. 9 س تربيع، 4 ألف تربيع، ص تربيع، 6 س ص. 9 س تربيع ناقص 4 ألف تربيع زائد ص تربيع زائد 6 س ص. ها بتحللها ازاي بقى؟ بتلاحظ ان ده مختلف، يبقى دول ثلاثة دول حالهم فرق بين مربعين، اكمال مربع، او هنشوف يا اكمال مربع يا اما هنحللهم باي شكل. هنشوف 9 س تربيع الحد المشترك س ص، هنلف الوسط 6 س ص زائد ص تربيع، 9 س تربيع ناقص 4 ألف تربيع، ده كده في قوس وده في قوس. دي هتحلله برضه هيبقى 3 س زائد ص الكل تربيع. اذا لو ضربت ده في ده في 2 هيديك الاوسط، ده تربيع اهو، ده تربيع اهو، ده في ده في 2 اللي هو ده، ناقص 2 ألف الكل تربيع، اصبح ده تربيع وده تربيع، فرق بفرق بين مربعين، يبقى الاول تربيع جذر الاول ناقص جذر الثاني، الجذر الاول زائد جذر الاول، 3 س زائد ص ناقص جذر الثاني 2 ألف، جذر الاول 3 س زائد ص جذر الثاني اللي هو 2 ألف، مرة ناقص ومرة زائد. طيب ديت ج. طب نشوف اخر حاجة د في السؤال ده، ما لسه فيه تاني. طيب خلصنا دي ج، شوف د، د خلصناها هي دي كمان، شوفها بقى، 121 س أس 4 ناقص 100 س تربيع ناقص 20 س ناقص 1، برضو نفس الكلام اهو، ده وده الاوسط وده الاخير. هيبقى 121 س أس 4 ده الواحدة سالب من ده كله، ناخد سالب من ده كله، ها 100 س تربيع 20 س 1، ده هنحلله مقدار ثلاثي مربع كامل، دي هيبقى 121 اللي هي 11 س تربيع الكل تربيع ناقص، ده هيبقى 10 س زائد 1 كله تربيع، الأول تربيع 100 س تربيع، الأول في التاني في اتنين بعشرين، 10 س في 1 في 2 20 س، 1 تربيع 1، يبقى ده كده ايه؟ أصبحت فرق بين مربعين، ده مربع كامل، ده فرق مربع كامل، فرق بين مربعين، يبقى الجذر الأول 11 س تربيع ناقص جذر التاني، ناقص خلي بالك الناقص مضروب في مين؟ في 10 س زائد 1. ده القوس أو القوس التاني، 11 س تربيع زائد مضروبة في 10 س زائد 1، مش هتأثر، هسيبها زي ما هي، أفك دي بقى، يبقى هتبقى دي 11، نبقى قوس صغير بقى، مش هيبقى قوس صغيرة كبيرة، 11 س تربيع ناقص 10 س زائد 1، في 11 س تربيع زائد 10 س زائد 1. تلاحظ ان الحداشر س تربيع مش هتعرف تحللها، هتبقى حداشر س في حداشر س واحد من حداشر، دي بالنسبة لي ده مش هتحلل، لان دي انا لازم اجمع العددين فهيديني اتناشر، اما دي لو انا طرحت العددين هيديني حداشر، يبقى دي ممكن احللها تبقى حداشر س في س واحد في واحد، دي كده بالموجب وده كده بالسالب عشان تديني السالب 10 واحد من 11، اما دي مش هتعرف تحلل، لو حللتها لازم تجمع العددين فهتديك 12 س تربيع س، يبقى كده انتهى التحليل. ديت اللي هي لسه واو في نفس الموضوع ده او في نفس مثال، 4 م اس 4 ناقص 9 م تربيع زائد 6 م ناقص 1، بتلاحظ ان دول اهو دي ودي ودي
لو انا اخدت ديت مع دي مع دي مش هينفع، يبقى انا باخد ممكن اخد ده مع ده مع ده واسيب دي لوحدها. طب نشوف لو خدت ده مع ده، 3 في 3 او مظبوط كده. يبقى انا قبل ما اقسم بشوف انا ممكن افصل دي لوحدها، لكن لو دي ميم تربيع في ميم تربيع، انا عايز ميم تربيع، يبقى انا لازم اخد دي وديت مع دي. طب دي مش هتنفع كمية مربعة، يبقى انا بسيب الاولى لوحدها 4 ميم تربيع عشان دي هتبقى مربع كامل، واخد ناقص بره كده اهوت، ودي 9 ميم تربيع ناقص 6 ميم زائد 1 دي احلله باكمال مربع بالمربع الكامل، ده هيبقى 2 ميم الكل تربيع. حلو كده، دي 4 ميم اس 4 هتبقى 2 ميم الكل ايه، 2 ميم تربيع الكل تربيع ناقص دي هتبقى 3 ميم اشارة الاوسط جذر الاخير. شوف بقى 3 في 3 ب 9 ميم تربيع، ده في ده في 2 بسالب 6 ميم، ده تربيع ب1 الكل تربيع. نحلل دي فرق بين المربعين تبقى 2 ميم تربيع ناقص 3 ميم زائد 1. جذر الاول 2 ميم تربيع، جذر الثاني 3 ميم ناقص 1، بس ما ضربه في الناقص، يبقى ناقص في زائد في ناقص بناقص، ناقص ناقص بزائد، ده مضروب في قوس، القوس الثاني يعني اللي هو هيبقى 3 ميم تربيع زائد 3 ميم ناقص 1 زي ما هي. دي 2 ميم تربيع ممكن هنحللها، هتبقى 1 في 2 ب2، 1 انا لازم اجمع، يبقى دي هتتحلل تبقى 2 ميم في ميم 1 في 1، ده موجب ده سالب وده سالب، سالب ميم سالب 2 ميم سالب 3 ميم، اما دي 3 ميم وديت 1 مش هتنفع، انا لازم اطرح واحد من 3 اديني 2، اما دي 3 يبقى دي تبقى كما هي 3 ميم تربيع زائد 3 ميم ناقص 1. كده خلصنا السؤال الثالث ه، ولسه بقى الثالث واو وهو الاخير ثالث واو، ليه 4 ميم تربيع، ما دي خلاص 3 واو خلصنا، 4 ميم تربيع ناقص 9، يبقى كده احنا خلصنا الدرس، وان شاء الله نلتقي في التحليل باكمال المربع ونحل تمارينه كلها باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلكم فهمتم الدرس.